1, 2, 3, go. السلام عليكم. أهلا بكم مستر شاورما التراك الجديد. طبعا التراك بلت أوت فروم بلشنا بيه من الصفر. يعني اشتريت فارغ وجبت الكريم كارتس بلوس أنجلوس. حطيت الديزاين الآني. قلت لهم يعني أريد شاورما هنا الشوايات وين كل شواية وين أريدها. كل شيء بالتفاصيل الدقيقة يعني ردت كل شيء يكون مضبوط لانه انا عندي ترك قبل هذا الترك الثاني بسان دييغو وان شاء الله هذا الثاني هم حينفتح بسان دييغو فالملاحظات اللي استفاديت من عندها من الترك الاول والاغلاط اللي كانت عندي بالترك الاول طبعا الترك الاول اشتريته جاهز فما ردت اشتري ترك جاهز ثاني خاصه ان الشغل مالتي يختلف عن التركات كلها بسان دييغو مكسيكان فود احنا الشغل مالتنا كشاورما يختلف ويحتاج له تسلسل للأدوات اللي نحتاجها غير شكل مثلا الشاورما قرب مو نفس الشوايات الموجودة عندنا في سان دييغو تختلف شوية الشاورما تحتاج نار أقوى طبعا التأسيس مالتها هم مو جيب وشد لازم كل شيء يكون مفصل تفصال يعني حسب الماكينة اللي تريدها يعني هاي مثلا الماكينة هاي قياساتها تبلش منها الميز مالتها يبلش منها مو منها على مود شنو مطخ فوق على مود النار تطلع بطريقه صحيحه الزيت مال الشاورما من ينزل اكو مال زيت تقعد بمكانها ما يصير وسخ هوايه ومتلم يعني سهله بالتنظيف اسهل لك هوايه بالتنظيف كذلك مثلا الهود نحتاجه عالي ما نحتاجه لي ورا اغلب الفكات الهود مالتها لي وراني خليت الهود مقابل الشباك على مود شنو الكاستمر يشوف الشاورما ويشوف شلون نسوي الشاورما نبلش بالمعدات اللي اختاريتها اختاريت شاورما قبل من 4 عيون تشيل up to 200 pounds 200 pound شاورما طبعا اوتوماتيكية يختار الشيش بواحدة اختاريت الفلات جرام على مود ورمة الشاورما سوري اوكي طفيت على مود ورمة اللف الشاورما هنا يكون عندنا الشاورما ورا ما نقصها تجي هنا بالستيم تيبل الكهربائيه هنا تكون نلف الشاورما هنا او نلفها هنا اذا نريد نحط الطرشي الطماطم البصل كل الخضروات تجي هنا هذا ال what do they call it? I forgot. Sandwich prep area. يعني راب ستيشن همين بي ثلاجة من جوا وهاي همين كلها تكون باردة طبعا هاي أهم شيء هي شيء يكون عليها درجة الحرارة أهم شيء تكون جوا 41 درجة فرنهايت طبعا هاي كلها شغلناها جربناها هذا الفلات توب على مود نقسم اللفات ما شاورما هنا الصاج طبعا الهمبرجر احنا همين نسوي حستخدم نص للهمبرجر ونص للسندويتشات ما شاورما ضفت اضافه جديده بالتراك الثاني ما عندي اللي هي الفرن لانه ان شاء الله راح نضيف المندي دجاج والمندي لحم وهاي نحتاج لها الفرن ضفت اضافه جديده اهميه الفريزر على مود يكون قريب هذا الفريزر يشيل 2 to 3 بوكسز بوكسين لثلاث بوكسات فرايز وقريب من يم الفرايز لانه الفرايز يحتاج يكون جامد على مود قال لي اذا ما جامد شويه يذب هوايه وسخ بالفراير لازم تبدل الدهن مور اوفتن ثلاجه بالترك القديم كانت عندي اعاني من عندها ثلاجه من باب وحده الحلو بكرين كارت ما يستخدم ثلاجات عاديه يعني مو ثلاجه اي ثلاجه موجوده بالسوق وهاي لهذا انا يعني انا يعني كنت احاول ابني الترك بوحدي بس لما جيت يمهم وحكيت ويا هشام عندهم معلومات لانه اكثر من عندنا لانه صار لهم 40 سنه يبنون تراكات 40 years right in the business 40 years 40 yes 40 or 30 I met an attorney on our way for 40 years in the 40 business 40 years 40 سنه صار لهم خبره بهذا المجال ف احكي لكم على هاي الشغله اللي احنا بنلاحظها مثلا احنا كخبراء او نريد نبني تراك جديد ما حد نفكر فيها الثلاجات مال التراكات مال فود تراكس ما يجي مالتها الكهوية بالفوق
الثلاجات دائما مال المطاعم تهويتها من فوق، وحتى الثلاجة اللي عندي هسه بالفود تراك تهويتها من فوق. الثلاجة من يصير تهويتها من فوق فود تراك تعطى الهواية، يصير عندك مشاكل فيها. ليش؟ لأنه الفود تراك حرارته والمكان ضيق، فماكو تهوية هواية. شوف المسافة ماكو تهوية، مستحيل تقدر تهويها الثلاجة. راح يصير عندك عطل بالكمبرسر ومشاكل دائما الثلاجة متمرن. فكريم كار شو يسوون؟ بعد فكرة ايش قد حلوة، ما يستخدمون الثلاجات اللي تهويتها فوق، يستخدمون الثلاجات اللي تهويتها جوا. يعني الكمبرسر جوا، كل الامور مالتها جوا. وفوق مجرد الثلاجة هي بس تفتحها وتغسل الباب. والشغلة الأحلى، خلي بعدين احكي لكم على هاي الجهة، خلي نطلع برا. Can you come with me outside? الثلاجات تحتاج تهوية هواية، لأنه إذا كانت تهوية داخلية والفود تراك ضيق دائما حار وشغلين النار ما راح تشتغل. الكومبريسر راح يصير عندك مشاكل فيها. فشو يسوون؟ يسوون لها تهوية خارجية. شوف فتحات مال التهوية، هاي مال الفريزر فتحات التهوية، وهاي فتحات التهوية مال الثلاجة الدبل دور. طبعا بما أنه طلعنا برا خليني أشوفكم البروبيتن. Everything is secured. Other propane tin. Can I show you? Can you show them the? شوفوا هاي التفاصيل، يعني ما تقدر أنت تسويها إذا مو أنت اختصاص وعندك الخبراء الموجودين، لأنه هذا التصميم وهذا السيرب ولما تحطه هنا كله لازم يكون مشيك من الإطفائية. يعني يجون الفاير ديبارتمنت ويشيكون عليك ورا ما تخلص الشغل على مود شنو يشيكون everything is safe. الشغلات اللي استخدمتها مطابقة للمعايير مال كاليفورنيا. طبعا هاي شغلة كلش مزعجة، انه الشغلات اللي يريدوها بسان دييغو تختلف عن LA، والشغلات اللي يريدوها بريفرسايد تختلف عن LA. right? yes. the requirements is different from county to county. so على مود واحد يضبطها يجي يومهم ويريح راسه من هاي المشاكل كلها. طبعا هم لا سامح الله اذا صارت مشاكل عندك بالثلاجه، there is one year warranty on the fridges، عندهم سنه warranty. وما عداها الفتحات مالتها سهله، يعني تفتح من هنا وتصلح اذا مثلا كان عندك عطل او صار شيء هنا. الكهرباء تشوفها، حتى الكهرباء الاساسيه هنا، يعني كل شيء ترتيب مو اي واحد يقدر يسوي. هاي هنا الجنريتر هذي خاليها خارجية. طبعاً الجنريتر سايلنت، it costs a lot، غالية مو رخيصة بس it's worth it، خاصة إذا تريد تفتح بالمكان اللي يعجبك. وين ما تروح تطبخ وتشغل، توكل على الله ورزق على الله إن شاء الله ويرزق غيره. الحلو بالجنريتر هاي سايلنت، والشغلة الثانية أحلى التأسيس مالتها، وهي تأسيس لتراك، يعني ما تعبيها بنزين، تعبي لتراك بنزين، هو التراك يوصل للجنريتر بنزين. سايلنت مثل ما قلنا القدره مالتها ضعف اللي احتاجه بالتراك، على مود تكون مرتاحه بمشغلها. اذا اريد اشغل مايكروويف اشغل شغلات ثانيه هم اقدر براحتي. الامبس مالتها الامبيريه ضعف الامبيريه اللي احتاجها حاليا ويا الشغلات الموجوده بالتراك. هذا اللي يستخدمه هم. طبعا هم إذا عندك كهرباء خارجية تقدر تسوي لها كونكت. Where's the connector for the electricity? Like if you want to connect. Oh, let's try it. هاي إذا تريد تكنك كهرباء خارجية، يعني طابق المكان بيه كهرباء بدون ما تشغل جنريتر، من هنا تقدر تشغله. هاي من هنا مثل ما قلت لكم مال بنزين، هذا الفلتر يصعد الجنريتر. همين يعلمون على تبديل الدهن مالتها، تبديل الدهن همين سهلة من هنا. فكل شيء مرتب ومنظم، الراحة تبارك على مود ما تصير عندك مشاكل مثل المشاكل اللي دعاني من عندها، وكل أسبوعين ثلاثة معزل لي يوم يومين على مود أصلح كل شيء، أو الثلاجة عطلت، الشواية ما الشاور ما وقفت ما شنو، هاي كل هالشغلات بدور الواحد. نرجع جوا كمل لكم التفاصيل الموجودة. طبعا هاي
كل العواصم العربية والمدن الأمريكية اللي خليتها. التصميم كله أنا اشتغلت بوحدي ويا واحد اسمه ويليام دزوني عليه، هذا مالتهم العنوان هذي الصورة. هاي راح تصير بها مسابقة حلوة. Let's go back inside. You wanna go in the front? Oh. You wanna go in the front? No. Let me show you the inside. Let's finish the inside and we're gonna go to the front. Okay. Yeah. نرجع جوا. طبعا هاي الثري كومبارتمنت هاي لازم موجوده بكل ترك. الترك اللي عندي هسه احكي لكم الفرق، الترك اللي عندي هسه جايبين ثري كومبارتمنت عاديه اللي هي موجوده بكل مطعم وحاطيها ومثبتيها بالقاع. شنو اللي صاير؟ صاير جواها فراغات والمي يدخل او مثلا وسخ يدخل، ولما تيجي تغسل كل الصعبة. بينما هنا أنا مشتغليها شلون؟ مشتغليها مثل ما يطبعون كل القاع صاعد لي فوق ستانلس ستيل، يعني من تجي تجيب تريد تغسل التراك ات ذا اند اوف ذا داي نهاية اليوم كل شيء سهل عليك، كل شيء مسدود، ماكو وسخ تدخل هنا او ماكو مي يدخل هنا، لان كلها الستانلس ستيل صاعد. حتى هنا هاي تجي جوا الثلاجات ما مدوخ بيها، هذا كله تأخير ووقت، عمال يحتاج لك اكثر، عمال يتعبون، كل هاي مشاكل تعاني من عندها بعدين. بس هسه ويا يعني هذا ان شاء الله ماكو معاناه، هواي شغلات راح تتسهل علي، لهذا اقدر اشتغل ساعات اكثر، اقدر اوفر بالعمال. الواتر هيتر موجود على مود المغسله مال ايد، كل الكاونتيز يحتاجون مي حار. They require you. يعني لازم يكون عندك مي حار بالفود تراك 24 ساعة على طول انت شغال عمود التعقيم والتنظيف. هذا الثري كومبارتمنت مثل ما قلت لكم هذا هم مفصلين، يعني هم هنا هاي الشركة كريم كارد هم يفصلون كل شيء، لان عندهم حدادين عندهم كل شيء، يفصلوه على الشيء اللي انت تريده، قياس تريده، قياس الحوض، ثلاث احواض هاي هم لازم موجودة بالفود تراك. هاي على مود مرة بتغسل الغراض صعدت هنا غراض نظيفة مستقر. طبعا هنا هذا لان هاي المكان اختاريت انه يكون به كهرباء على مود ان شاء الله اخلي الاونلاين ديليفريز الاوبر ايت والبوست ميت والجراب هاو التابلتس مالتهم هنا علقه على مود تجي الاوردرات هنا يكتبوها ويبدون يجهزوها. هذا المكان اللي ياخذون من عنده الاوردر. هاي حمين لازم تكون تنزل بوحدها، هاي احد الشغلات اللي وقفوني عليها على التراك القديم، تاخرت بيها من لان تعرفون كل ما ياخروك بشغله اسبوعين يلا يطوك موعد ثاني على مود تسوي الفحص ويا الهيلث ديبارتمنت وزاره الصحه. فهاي كانت ما تنزل بوحدها بالتراك الثاني عندي اول ما اشتريته، فلازم كان لازم ابدلها. وهمين عندي مشاكل بيها لحد هذا اليوم، لان شنو؟ هاي مو بهالدقة اللي مسويها، أنا اشتريتها من هوم ديبو صراحة شديتها على الفرن ودائما تصير عندي فيها مشاكل، بينما هاي كل السلسة وريحة. طبعا دائما لازم تكون مسدودة 24 ساعة، هاي مسدودة الشبابيك، الفوق كذلك كلها سكرين كلها مسدودة، هاي تنفتح وتنسد عامل الحرارة. الهود حطيت هودين تو سيبريت، هذا واحد هنا وواحد هناك، عمود السحب يكون اقوى، كل ما السحب اقوى كل ما درجه الحراره من الفود تراك داخل الفود تراك اقل، لانه الحراره مو طبيعيه. ايش قد ما اقول لكم حاره، وخاصه الشاورما الشوايات مال الشاورما يعني حرارتها مو طبيعيه لما تشتغل وتزعج اللي يشتغل، يعني العامل ما يقدر يتنفس. فكل ما تكون هاي اقوى كل ما احسن للموجودين بالفود تراك، كل ما اريح الشغل كل ما الانتاج يصير اسرع واكثر ان شاء الله. يعني هاي هنا مال الاويل على مود، طبعا هاي هم عندي مشكله بيها هسه بالتراك اللي عندي، هاي الطبعه كلها مو موجوده عندي، لان شنو؟ الشوايه جايبي لي اياها شوايه مال المطعم مو شوايه مال فود تراك، الشوايه مال المطعم ما يكون بيها هذا الستايل، الشوايه مال فود تراك يعرفون انه ما عندك شيء جواها وما عندك جواها هذا طبعا الشواية مال المطعم تكون بها حوض كبير يدخل جواها، بس شنو؟ ما
من يتحرك الفود تراك هذا الحوض يوقع وراح الزيت واللاسة الدنيا وتعال اغسل الفود تراك من جدة وجديد. بينما هذا سكيور اكثر لانه مخصص هو للفود تراك، يعني حركه ما بي بيوقع. وهسه هم اخلي كريم يخلي عليه قفل هنا لانه هاي الشغله مهمه، خلي قفل من الاويل لانه كلش مزعج هاي مال يوقع بنص الطريق. وكذلك يعني الشغلات كلها مثل ما يطبعون الرفوف بها عمق almost 1 inch على مود الشغلات تسوق ما توقع. هذني البوب مقفولة هاي خلي هنا الغراب مالته كلها سكيور مقفول مرتاح تطلع تشغل وتطلع. هذا همية مقفول هاي هنا الزبالة، طبعا هاي الزبالة مستحيل اخلي زبالة هنا لازم تحط زبالة كبيرة اريح لك برا. بس همية يعني اذا تريد تخلي زبالة صغيرة هنا هيك تقول بس تقدر تخليها من تستخدمها بغير شغلات ستورج اي شيء تحتاجه. طبعا اهم شيء تختار التراك جديد، مو جديد يعني جديد جديد بس تراك نظيف محرك نظيف جير نظيف. لانه اذا صارت عندك مشكله بالتراك هم راح تعاني. اذا التراك تعبان او في شيء لا تاخذ، اخذ تراك نظيف تراك معتنين به. هذا التراك اخذته من شركه مال تشيبس ليس، كانوا يوزعون بي تشيبس فارغ كان. عندي صور اذا تقدرون اشوفكم اياها قبل وبعد. بس التراك دائما معتنين به، دائما السيرفس مالته اللاد مالته كله موجود. ف شيكت المحرك والجير الحمد لله كلها نظيفه. طبعا كريم همين سوالي ولا ما خلص الشغل مالته الجو كله، سوى البلاكات بدل الباتريات شيك المحرك والجير قال لي everything is good على مود شنو نتوكل. هسه اشوفكم من برا طبعا انا ويا الديزاين اختاريت انه يكون تلفزيون خارجي ويا البوكس مالته. هذا البوكس مالته التلفزيون افتح التلفزيون والديزاين همين مغلف وكامل على مود ما يصير شيء فارغ. المنيو طبعا حيكون بالتلفزيون وهنا همين راح اخلي منيو. الكل يعرف مستر شاورما اول ما بدينا على منطقه على البحر، فالمنيو كان على السيرف بورد، والمنيو بهذا التراك هم راح يكون على السيرف بورد. حجيب سيرف بورد يبدي من فوق لي جوا والديزاين المنيو كله عليه. ان شاء الله تشوفون الصور، سووا لنا فولو على الانستغرام على الفيسبوك، هذا الفيسبوك مالتنا الانستغرام والتيك توك مستر شاورما اس دي، وهذا السناب شات كمان. فعمو تشوفون شلون راح يصير التراك شلون ان شاء الله شغل داخل التراك يكون موجود عندنا. شوفكم هاي اول باب، هاي الباب للاوردر للطلبات. هاي الباب على مود تشوفون الشاورما شيش ما شاورما موجود قدام هنا شوفوه كامل كل شيء تشوفه. Look, Kareem. Now he's a professional making videos. Yeah. Look at him. Muhammad is professional. All the time. طبعا أشكر الله على كل الشغل والترتيب. مثل ما قلت لكم يعني ما أدق التفاصيل من التنبية. ليش ما تسوي التراك مالتك؟ كل واحد يقول أنا أقدر أسوي التراك مالتي أروح الهوم ديبو أسوي. شغلة مو هي سهلة. يعني التفاصيل بحث. هاي هم نرجع عليها نحكي. الثلاجات إذا ما بيها تهوية خارجية ما بفائده للثلاجة، شكو حار شهر شهرين وتعال بدل كومبرسر، صح ولا لا؟ يس ترو. فاكو شغلات الخبره هاي الأربعين سنه علمتها له انه احنا مستحيل نعرف تصليحات كل سهله تكون عليك اسهل. طبعا هاي منها المي الويست هنا لما تفرغ المي تروح للكوميسري نهايه اليوم تفرغ المي تفتح هذا مال المي ينزل المي الوصف وتعبي مي نظيف من هذا. هاي تعبئه المي. شغله اللوك هذا الواتر هيتر هنا
عليه. ان شاء الله اللقمة مثلا التانكي مال المي هاي همين مشكلة، مو تجيب وحط اي تانكي تريده. التانكي مال المي لازم بي سبيسيفيكيشن، مثلا اذا التانكي مال المي اللي عندك داخل الدراك مي نظيف، مي سان دييغو دا احكي، اذا التانكي 15 جالن لازم التانكي مال ويست 30 جالن على مود يكون اقل، ولازم تفرغه طبعا بين يوم ويوم او كل يوم. شفت ما يخلص التانكي مال المي عندك لازم تفرغ التانكي مال ويست وتسوي له غسل تعقيم بالكلور. هاي الـ LED light راح شديناها، هاي اخر خطوة كانت الـ LED light. شوية مكلفة بس انا اشوفها it's worth it، لانه هاي تجيب ناس من بعيد تكتب الكتاب اللي تريدها عليها. خلينا بلوج بترات فوق كثير عمود الضوء يبين. توقف الـ LED light في بيبا the other LED light. أي مساعدة، أي سؤال عندكم إلي أو الكريم، موجود رقم تليفونهم هسه حتخلوها صور ويا الفيديو مال كريم كار، وهذا رقم تليفون المحل، خابروا وسألوا عليه محمد البهداوي، وهذا الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك. وإن شاء الله موفقين للجميع، وقبل ما تبدون بأي مشروع صغير أو كبير خططوا له، فكروا شنو الأكل اللي تريدون تسووه، فكروا شنو التارجت كاستمر مالتكم، فكروا شنو اللي تريدوه بالضبط على منتجون الكريم. قولوا لي احنا نريد 1 2 3، احنا نريد هيجي الأكل اللي نريد نسويه، هيجي الشغلات اللي نريد نجهزها، عمود يقول لكم انتم تحتاجون فريزر واحد او فريزر كم ثلاجة، كم شواية مال شاورما، اذا كان عندكم مشروع شاورما او مشروع مو شاورما، اي مشروع ببالكم يقدر يساعدكم بيه ويبني لكم اياه من الصفر. وإن شاء الله التوفيق للجميع، ومثل ما قلت إذا عندكم أي سؤال قلوا لي أو خابروا اتصلوا على كريم ويجاوبكم إن شاء الله. تحياتي.